السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة هنعمل وصفة جديدة بإذن الله، فطاير بالجبنة، بس إن شاء الله تنالوا إعجابكم وإن شاء الله تعملوها. وما تنسونيش بس باللايك والشير والسبسكرايب عشان الفيديو بس أكتر ناس تشوفه. إن شاء الله الوصفة تعجبكم وإن شاء الله تعملوا لايك وشير بإذن الله لما الوصفة تعجبكم. مكوناتها عندي نص كيلو دقيق، يعني تلت كوباية زيت كده، أقل من نص شوية، 90 ملي، 90 ملي، معلقة زبدة سايحة، كوباية زبادي صغيرة كده، بيضتين، بفصل صفار واحدة وبحط هنا البيضة التانية مع البياض بتاع البيضة الأولانية دي عشان الوش، خليها على جنب هي والسمسم. يبقى كده دي بياض بيضة وبيضة كاملة وزبادي وزيت، معلقة سمنة زبدة سايحة، ونص كيلو دقيق، ومعايا هنا بيكنج باودر معلقة صغيرة، معلقة سكر، معلقة بيكربوناتو، طبعا عارفين كلنا عارفين الكربوناتو، معلقة ملح، كله معلقة صغير صغير. نشوف نسمي بسم الله ونشوف هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب الأول هنا ايه، معلقة الايه الزبدة السايحة، معلقة الزبدة السايحة هنزل عليها بالزبادي، هنزل عليها بالزيت كده. تمام تمام هنزل عليهم بالبيض، هنزل عليهم هنا الملح، السكر، كربوناتو، وهخلي البيكنج باودر على الدقيق كده. تمام كده تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنزل بقى كده اهو، دورته حلو، دورته دايب خالص بقى، المكونات كده دخلت في بعضها كلها. هنزل بقى بالدقيق وانزل عليه بالبيكنج باودر بس كده، واقلب بقى وعجن. كده بقى هنشيل المضرب ونعجن بايدي. بسم الله. كده لمينا العجينة، اتلمت العجينة وبقت ناعمة، بصوا جميلة اهي. دي بتتعمل على طول، دلوقتي هنعملها على طول. انا عملت لها حشوة بالجبنة والبقدونس والجبنة الشيدر والجبنة الموتزاريلا، يعني خليط من الجبن اللي عندك. ما عندكيش اعملها بالجبنة البيضة بس، اللي يريحك اعمليه بأي حشوة تعجبك. ماشي، هنشوف هنعمل ايه دلوقتي. هجيب صينيه دهنها دهنة زيت خفيفة اهي كده، وهاخد بقى ايه من العجين كده، هفردها كده اهو، واحط فيها جزء من الحشوة. ماشي، وهروح قافلة عليها هعملها كده زي المركب كده مرس. تمام تمام اهي كده. عايزه تكبري كبري، عايزه تعمليها كده اعمليها كده، انت براحتك، كل حاجه ترجع لك اهي. تحشي وقفلي عليها، قفلي بس حلو عشان ايه، هي الجبنه ساعات بتطلع بره، ساعات كتير يعني كده. تمام اهو، تقفليها كويس قوي. هعمل بقى، هنشتغل برضو نكملها كلها كده. خلصت الفطاير كلها،
عملت صفار البيضة اللي كان معانا، حطيت عليه شوية معلقة زبادي أو شوية لبن اللي عندك، ما عندكيش ده ولا ده، يبقى هي صفار البيضة وعليها يعني شعرة فانيليا كده أو شعرة خل عشان تضيع الزفارة. هنا اهو كمل كده اهو كده، دهنا كله اهي، دهنا كله باللبن بالزبادي، زبادي والبيض، احط عليه بقى السمسم وادخله الفرن على درجة حرارة 200. ما عندكيش درجات، دخليه على درجة حرارة متوسطة. ادي حبايبي الفطاير عملناها واستوت، طلعت جميلة جميلة اهي. بصوا جمال، بصوا هي دي بتبقى ايه، زي شبيهة للقرص شوية كده، بتبقى جميلة وطعمها جميل. جربوها وان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله تكتبولي في الكومنتات كده وتقولولي ايه رأيكم فيها. وبألف هنا وشفا حبايبي، وما تنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب، وأشوفكم في فيديو جديد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.